اوريدي مبدله وراح اخذكم وياي، راح نروح نقص شعري. هذا اول شيء راح نسويه بهذا الفيديو استعدادا لعيد ميلادي. دائما احب اسوي اشياء هيك ريفرشنينج من استعد لعيد ميلادي او هيك ايام قبل عيد ميلادي، بيسكلي اكون شوي من هيك فريش، ادخل السنه الجديده لوكينج فريش فيلينج فريش، فدا اريد اروح اقص شعري. شنو هو اللوك النهائي اللي راح يكون؟ بصراحة ما أعرف. القصة اللي آخر مرة قصيتها كلش هواية حبيتها، بس لسه شعري طويل. قبل ما أطلع من البيت خلي أشوف لكم شنو إجاني. I'm speechless. سعادة مليون. وصلني هذا PR package من فالنتينو. أوريدي فتحته، أوريدي شفت الأشياء، بس تخيلوا فالنتينو دي دزولي هدايا. راح اشوف لكم الاشياء اللي بيها لانه اريد انزلهم على الانستغرام، فادخلوا على ماتي انستغرام سووا لي فولو. يس هذا اعلان ماتي انستغرام بالفيديو مالتي. I'm in love guys. بس هيك حبيت اشوف لكم الهديه اللي هسه اجتني لانه it's just happy، يعني وصلت بالوقت الصح. روح انقص الشعر. هذا الفيديو راح ينزل يا اما بيوم عيد ميلادي يا اما يوم واحد قبل عيد ميلادي. انا عيد ميلادي يوم 26/2 وبرج الحوت. كلش هواية أحب رقم 2 وكلش هواية أحب رقم 26، وأنا أصلاً أحب الأرقام الزوجية. So thank God عيد ميلادي رقم زوجي. Anyway هسه راح آخذكم وياي راح نشوف القصة شلون راح تصير. So stay tuned. وصلنا للصالون وراح نقول goodbye لشعري. ايش قد تاخذين من عندها؟ يا اقصر شيء احلى شيء. ما ادري اذا فهمتيني بس اي ثينك يو ديد. لاست تايم واز بيرفكت ف ذاتس جود. تطول اذا انت دائما تستشورين شعرك فما راح تتعذبين. يا تنقص قصير. بس هي زهقت خلص بعد. الشعر فريش نفس القصة اللي قصيتها وياكم ليش مرة، بس هاي درجتها أكثر أقصر من جوا. So like I love it. الهواء كلش عالي بس باعوا الشعر. I'm so happy. نفس القصة اللي قصيناها هذيك المرة بس درجناها أكثر أقصر. صون كان ازدحام مقبط، بس خلصنا القصة مالتي والسشوار كليته بأقل من ساعات. Thank God. طبعا وسن Thank you so much. إذا تتفرجين هذا الفيديو قلت لماتي هم شوي ونقصرناها لأن كلش بسرعة تطول، بس شعري من ورا خليناه عدل. كانت عندي مشاوير خلصتهم بول فودز، اشياء نواقص بالبيت، هسه راجعين للبيت اريد اسوي اظافيري المحبس عوج. ما ادري شلون راح عن بالي اقول لكم، بس اليوم ما رحت للصالون. اكو وحده من متابعيني I love you guys so much شافتني اول ما قعدت كانت تقول لي ثريا قبل فتره كنت اشوف واحد من فيديوهاتك، بقينا نسولف تعرفنا على بعض اكثر. I was so happy. كلش هوايه افرح من اشوف احد من متابعيني، ودائما من يكون عندي فرصه دائما احب اسولف اتعرف على الشخص ولو نتعرف على بعض 1%، بس it makes me so happy. صدق افرح. الشارع كله بسات. تعالوا نفتح هذول البوكس سوا. طبعا دا احس نفسي دا اتمرض وما بقى شيء على عيد ميلادي. So hopefully ما اتمرض، او اذا اتمرض it's not too bad. اريد ارجع اعدل احذيتي لان احس it's not organized بالطريقة اللي اني اريدها، بس مو هسه، فاليوم ما.
تعالوا نبدأ. هذا البوكس الأول، أشياء من دوسير وموصي عليهم بالجديد، مسوين برفيومز جديدة، برفيومز أوريجينالز مالتهم، يعني ما بيها أي إنسبريشن من غير براند. So حتى الباكج مالتهم تختلف. This is so nice. دوسير أوريجينالز يونيك بلندز هابي سنيفينج، كلش كيوت. والكولكشن مالتهم جندرلس، معناها بنات ولد يقدرون يستخدموها. هذه واحدة من الأوريجينالز مالتهم، كلش متحمسة أشوف. Smells really nice. أنا already حاطة برفيوم بس صدق عاجبني، أحط شوية منها وأشوف إيش قد تطول، لأن أنا أعرف الإنسبريشنز مال دوسير يطولون كلش هواية، حتى مرات يعني يبقى على الهدوم من أرجع ألبسهم مرة ثانية، you know what I mean. هذه اللي هي الكاندل، الشمعة، أول مرة أطلب كاندل بهذا الحجم. جربت مالتهم الميني وكلش هواية حبيتها وخلصتها already، كانت كلش صغيرة. كلش هواية أحب الشموع بالبيت. على هاي الورقة مكتوبة المعلومات مال كاندل. بس باعوا الباكجينج، I'm obsessed honestly. باعوا والحجم كبير. Smells so sweet. I love it. كاندل ثانية طلبت من عندهم. واو. Okay. This is beautiful. صار وقت نهتم بالأظافر. أريد أشيل اللون من عندهم حتى يبقون fresh overnight. وغير يوم أصبغهم. هذه هي أظافيري الطبيعية. يمكن مرة بحياتي حاطة أكروليكس، معناها فيك نيلز، حتى يكونون أظافيري أطول، بس أكثر المرات أظافيري طبيعية. وهسه دفنالي يحتاج لهم تنظيف وشوية حب، وهاي الطريقة كليتكم تقدرون تسووها كلش سهلة، تاخذ معكم يمكن 5 دقائق حتى تنظفون إيديناتكم الاثنين. هذا من سالي هانسن، مثل ما شفتوا حطيته بدال مدار الأظافر، يساعدهم يكونون سوفت حتى أقدر أنظف الكيوريكلز مالتي. كل أسبوعين أحاول أنظف الكيوريكلز مالتي حتى ما تصير هواية وتصير سهلة بالتنظيف. تشوفون أنا شي بسرعة أنظفها، كلش سهلة. هذا المقص أستخدمه حتى أشيل الكيوريكلز اللي ميتة، ونحدد الأظفر يصير كلش نظيف. استخدم هذا المقوي شفاف من أسي، نحط عليه الأظافر. هسه رح نسوي لامينيشن الحواجبي. آخر مرة سويت لامينيشن الحواجبي يمكن قبل 4 أشهر أو 5، اللي هي تريتمنت تخليهم يبقون واقفين، لأن أنا شعراياتي طويلة ودائما احط جل عليهم. فمن اسوي لامينيشن البروسيس مال المكياج مالتي يصير اسرع، الجل مالتي تصير طريقته احلى، يو نو وات اي مين. اول ما بلشت اسوي اللامينيشن على حواجبي كنت دائما اروح على احد يسوي لي اياها، بس وراها تعلمت انه اسويها بالبيت، اشتري الكيت من امازون واني اسويها. اوه اي لاف ات. لازم كل شيء ما يكون على الحواجب مالتكم حتى ما ياثر ويا الكيميكلز اللي راح تحطوها حتى تسوون اللامينيشن. فهاي البرم طبعا لو يجون بحجم اكبر احسن لهم. كلش هوايه احب هاي اللامينيشن تريتمنت، حتى للعالم اللي ما يحبون يوقفون حواجبهم تقدرون انتم تمشطون الحاجب بالطريقه اللي انتم تريدوها، بس احس الشعرايه تصير سوفت اكثر فتتحكمون بها اكثر. راح نترك الكلير راب على الحواجب لمدة 5 دقائق، تقدرون تخلوها مثلا 7 إذا حواجبكم ثخينة. وراها
نسوي اظافري اوريدي اختارت لون. So see you later. وين نخلص هاي the scary process. هذا شكل الحاجب ورا اللامينيشن. عندي هذولي كلش طوال بس احاول اقصهم. مرات اتركهم ومرات اقصهم. راح استخدم هذا اللون بي شيمر، اسم اللون بلاشينج من ريفلون. استخدم هذا من سالي هانسن كلير توب كوت، يخلي الصبغ ينشف بسرعة وبنفس الوقت يخليه يكون غلاسي أكثر. هذا هو شكل أظافيري النهائي. خلصنا حواجبي، خلصنا شعري، وراح ندخل على عيد ميلادي looking fresh feeling fresh for sure. ما أعرف شنو راح أصور لكم بيوم عيد ميلادي، من أقعد من النوم بذاك اليوم راح أعرف. And I'm really excited. Thank you guys so much for watching. أتمنى حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي، ولا تنسون إنهم أني أحبكم كلش هواية، وأشوفكم على المرة الجاية. باي. تقولي شنو رأيكم في هاي الألوان؟ صارت شوية أحب شيء ألوان شيمرز، هم لمعة خفيفة.